بمناسبة عيد الأضحى كنجيو هنايا كنتقضاو، ما كنكتفيوش غير بالحولي، نبغيو حتى الحلويات. يجيو عندنا الضياف دركا غادي نشري الكعك وغادي نتقضاه لعجوجتي، فبنيت جيت باش نديه لها. كنجي من هولندا حتى لهنا ديريكت باش ناكل الكعك، ومنين نكون في هولندا كندوموندي كيصيفطوه ليا مع الكار ولا جا شي عائله ولا كيجيبوه لي معاهم، لان ولفنا بهم. وحتى الناس اللي هما ماشي من وجده كيحماقوا عليه، كيعجبهم، شربوا به لاتاي ويتمنوا يتعلموا كيفاش يصاوبوا له. وهادشي تاع الصفوف وتقنته وداكشي كذلك، كنا باتوا صهراني عليه وندلكوا وصيفطوا الصواني وفرحانين فوقاش نمشيو لك الصوينيات يجيونا باش نصبحوا على العيد بها. المهم ما نقدروش الكعك درك، وعندنا واحد الحلوه اللي هي معزوزه بزاف من فضل الله. عند الوجاده اللي ما عندوش الكرك باش يوجد كاين الاقبال وسيرتو على الكعك. يوميا كنخدموا الكعك وكنخدموه يعني في الفران بلدي، داكشي ديال الحطب ما كاينش ديال الغاز ولا الضوء، غير فران بلدي. وتا صحاب الخارج كيديو عليا بزاف، كونتيتي كبيره. كنديروا المقروط، قريوش، بليغه، هذيك حلوه طويله، المشبكه، الصابلي، كاين الكعك عادي عاوتاني. هذا الكعك عندنا تقليدي هذا الكعك بوجده منطقه شرقيه. حنا ملي كنا صغار كان والدينا في الايام تاع العيد الصغير يديروا هكا الكعك، يديروا حتى القريبه 5 كيلو، كل دار دي 5 كيلو. وما كانوش صناوه، كان يديروا بواحد اللوحه، يديروا طبقه ويديروا فيها الكتانه ويديروا طبقه ويديروا الاخر. وكان واحد لومبيونس في الفران، كان هكا واحد الحماس في الفران.